هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، البيان من منتديات البشرى الإسلامية، موقع الإمام الرسمي بالإنترنت العالمية. البيان يتلوه أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان رد الإمام المهدي على الباحثين عن الحق. تحريم الخمر واجتنابه قلبا وقالبا. في المشاركة الأصلية التي كتبت بواسطة عابد لله، يذكر في المنتدى أسئلة، ومنها: أولا، أطالب مهديكم بأن يفسر كل آية على حدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأن يذكر صراحة هل آية البقرة بها تحريم قاطع أم لا؟ هذا السؤال كررته أكثر من مرة وتراوغون وتلاوعون. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. السؤال للمرة الألف: هل آية البقرة بها تحريم قاطع أم لا؟ هل آية البقرة بها تحريم قاطع أم لا؟ هل آية البقرة بها تحريم قاطع أم لا؟ ثانيا، القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء مرة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. واضح أن القرآن كله نزل ليلة القدر، فلم يقل الله أنزلنا بعضا منه وتنزل على الرسول من السماء على 23 سنة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالحكمة من التنزيل كما توضح الآية الكريمة على دفعات هي التثبيت على الرسول صلى الله عليه وآله، كذلك لنثبت به فؤادك، وليس لتغيير الأحكام. هل هذا برهان أم لا؟ إني لا أتبع الهوى، فالقرآن واضح. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالحكمة كذلك لنثبت به فؤادك. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدي محمد رسول الله وآله الأطهار وجميع أنصار شريعة الله الحق في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الأنصار السابقين الأخيار، السلام علينا
وعلى جميع المسلمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله على الباحثين عن الحق ولا يريدون غير الحق من العالمين. ونرحب بكافة الوافدين لطاولة الحوار العالمية للمهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور، موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، منتديات البشرى الإسلامية، موقع كل البشر لحوار المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور. وأنا المهدي المنتظر أتوجه إلى الباحثين عن الحق من نصيحة الحق، وهي أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وربهم أنهم يريدون الحق ولا غير الحق، ولا غير حق الحق سبيلا، وأنهم لو يجدون الحق تجلى لهم بين أيديهم أنهم لن تأخذهم العزة بالإثم، بل يتبعون الصراط المستقيم من بعد ما تبين لهم الحق من ربهم وماذا يريدون بعد الحق. فمن أعرض عن الحق فقد اختار سبيل الضلال، كونه ما بعد الحق إلا الضلال، تصديقا لقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، صدق الله العظيم. يونس الآية 32. ويا عابد لله إن كنت تريد الحق فاعلم أن الخمر لم يأتي بشأنه حكم من الله من قبل أنه حلال للمسلمين، وإنما تدرج في تحريمه. فأولا وضح للناس مضاره ونفعه، وبين لهم أن ضرره على المجتمع أكبر من نفعه. وقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صدق الله العظيم. سورة البقرة. ولا أعلم أن في الخمر أي نفع لمن يتعاطوه، بل هو من الخبائث، وهل حرم الله عليكم إلا الخبائث، تصديقا لقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صدق الله العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو فما هو النفع المقصود بقول الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صدق الله العظيم. والجواب بالحق، ويقصد منافع أرباح التجارة للذين يتاجرون في بيع الخمر فيربحون الأموال، أو الذين يربحون الأموال في الميسر هو ذاته القمار، ولكن الله بين لكم نسبة النفع والضرر على المجتمع، فالمستفيدون قليل وهم فقط الذين يجنون الأموال بسبب التجارة وفي الخمر، لكن المتضررون هم المستهلكون وهم الأكثر في عددهم من عدد تجار الخمر والميسر. كوني أجد النسبة في الكتاب بالضبط 1%، بمعنى 99% متضررين والرابحون بنسبة 1%، وهم تجار الخمر. ولربما يود أن يقاطعني أحد السائلين فيقول: وكيف علمت هذه النسبة بالضبط؟ ومن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، وأقول: علمت ذلك من خلال أصحاب ركل الميسر وهم القمار، فلو أن 100 من الناس اشتركوا بأموالهم فوضعوها على طاولة القمار فوضع كل منهم 10,000 دولار، فأصبح إجمالي أموال أصحاب طاولة القمار هو 100,000 دولار، ومن ثم بدأوا لعبة القمار وفاز رجل واحد في لعبة القمار فأخذ أموال 99 رجل، فكم نسبة المستفيدون في 100؟ وتجدونه 1%، واحد فقط. أما 99 فكل منهم سوف يذهب ليحضر 10,000 دولار أخرى، وهو يطمع أن يسترد ماله وفوقه أضعافا مضاعفة، وقد يخسر 10 تلو 10، ومن ثم يبيع ما تبقى لديه من أراضي وسيارات لكي يحاول أن يسترد ماله جميعا وفوقه أضعاف مضاعفة، وقد يخسر أمواله جميعا حتى يصبح لا يملك من بعد ملك شيئا، ومن ثم إما أن يموت قهرا أو يشتعل بركان العداوة بينه وبين الفائز، ثم يريد قتل الفائز لكي يقتل بعده كونه كره الاستمرار في الحياة فقيرا من بعد أن كان غنيا يتفاخر بأمواله. وبما أن المتضررين في المجتمع هم الأكثر بسبب تجارة الميسر الذي هو ذاته القمار، ولذلك حرم الله تجارة القمار وكذلك الخمر، فحتما سوف يكون المستهلكين المتضررين هم الأكثر عددا من تجار الخمر المستفيدين، ولذلك حرم الله التجارة في الخمر أو شراءه، فأصبح محرما على المستفيد والمستهلك، وهذه بالنسبة لضرر الخمر والميسر على المجتمع الإنساني. وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى:
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صدق الله العظيم. ومن ثم بين الله الضرر على العقل البشري بسبب تعاطي الخمر، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبما أن الخمر يذهب العقل فقد يرتكب السكران الفاحشة ليس فقط مع أحد نساء العالمين، بل قد يغتصب أمه أو أخته والعياذ بالله، وهو لا يدرك الجريمة التي يفعلها حين يفعل من قبل أن يصفو فيعقل أفعاله وأقواله. والسكران قد يتعدى فيقتل وهو لا يعقل فعله. وكذلك فالخمر يؤز الإنسان إلى ارتكاب الفاحشة برغم أنه يضعف الانتصاب الجنسي، ولكنه يثير الرغبة للجنس مما يسبب انتشار الفاحشة في المجتمع. وأما الميسر الذي هو القمار فهو كذلك يسبب انتشار العداوة والبغضاء في المجتمع، وذلك ما يبغيه الشيطان من وسيلة الخمر والميسر. وقال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. ومن ثم أنزل الله تحريمه فأمركم باجتنابه قلبا وقالبا، كما أمركم باجتناب عبادة الطاغوت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. فاتق الله يا عابد الله وكن مع الصادقين. وإني أرى أحد الوافدين للحوار يفتي أن القرآن لا توجد به آية بدل آية، ويقول إنما القرآن جاء بدلا لكتب الله من قبل. ومن ثم يرد عليه المهدي المنتظر الحق من ربه ويقول: إنك تقول على الله ما لا تعلم، فاتق الله حبيب الله، فلم يأتي القرآن بدلا للكتب السماوية، إذا لتبدلت دعوة كافة الأنبياء والمرسلين. ويا سبحان الله العظيم، وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وأما تبديل الأحكام فتأتي في الكتاب نفسه، يبدل الله آية مكان آية فيبقي لفظها ويأخذون بحكمها الجديد البدل، وفي ذلك حكمة ورحمة. ولكن الجاهلين سوف يقولون: إنما أنت مفتر، فكيف أنت تقول لنا من قبل أن الله أنزل إليك الحكم بالحد الفلاني أن حكم الله فيه كذا وكذا، واليوم تأتي لنا بحكم جديد وتقول أن الله أنزل إليك حكما آخرا بدلا عن الحكم الأول؟ ويقول ذلك القوم الذين لا يتفكرون في الحكمة من ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، صدق الله العظيم. وعلى سبيل المثال، كان حكم الله في حد الفاحشة بشكل عام على النساء المتزوجات والعازبات، وحبسهن في البيوت حبسا مؤبدا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بتبديل حكم الحبس المؤبد تصديقا لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، صدق الله العظيم. ومن ثم جاء السبيل للخروج من الحبس المؤبد فاستبدل الله بحكم الجلد تصديقا لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، صدق الله العظيم. ويا أحبتي في الله الباحثين عن الحق، لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، واعلموا أن الشيطان لا يأمركم بالمجازفة بالقول على الله في دينه بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا، واتقوا الله يا علماء المسلمين، ولا تطيعوا أمر الشيطان وأطيعوا أمر الرحمن الذي حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنه الحق من ربكم لا شك ولا ريب، فلا قول بالنسبية في دين الله، فهل أنتم منتهون؟ وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.